السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناة أفنان. سأحكي لكم حكاية بعنوان نور النهار. هي من سلسلة حكايات محبوبة. كان يا مكان ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، والصلاة والسلام على خير الأنام. كان للسلطان محمود أحد قدماء السلاطين أولاد ثلاثة، هم حسين وعلي وأحمد. في أحد الأيام دخل عليهم أبوهم السلطان ممسكا يد طفلة جميلة لطيفة وقال: هذه نور النهار، إنها ابنة صديق اللي اختاره الله إلى جواره، ستعيش نور النهار منذ اليوم معنا. عني السلطان بأولاده الثلاثة عناية بالغة، فنشأوا على حب الفروسية وبرعوا ثلاثتهم في ذلك براعة عظيمة. كذلك نشأوا على حب المعرفة والحكمة، وكانوا زين شباب السلطنة. عني أيضا بنور النهار عناية فائقة، فنشأت تحب العلم وبرعت في العزف على العود وإنشاد الشعر، وفاقت بنات عصرها في الفطنة والرقة والجمال. كان الأولاد الثلاثة في طفولتهم يتفقون على نور النهار ويدبرون لها مقالب بريئة، كأن يتركوها معلقة فوق شجرة أو يبللوها بالماء. وكانت نور النهار تغضب حينا ثم تعود إلى اللعب معهم. لكن بمرور الأيام تغير الحال، وأخذ حسين وعلي وأحمد يحيطون نور النهار باهتمام كبير، كان يشتد يوما بعد يوم، وصاروا ثلاثتهم يتسابقون على لفت انتباهها وكسب رضاها. إلى أن جاء يوم اتفق فيه الفتيان على التسابق بخيولهم للوصول إلى قمة تلة قريبة، ووقفت نور النهار تشهد ذلك السباق. أراد أحمد أصغر الأولاد أن يسبق أخويه، فسلك طريقا وعرة شديدة الانحدار، وبينما هو يتسلق السفح الوعرة وقع به جواده وقعة شديدة. كان أحمد محظوظا فلم تقتله الوقعة، لكنه خرج من ذلك السباق بذراع مكسورة، وكان الألم في ذراعه مقبولا، أما الألم الموجع فكان في قلبه. لقد صعب عليه أن تكون نور النهار شاهدة على سقوطه وخسارته. أدرك السلطان أن أولاده الثلاثة يتنافسون على حب نور النهار، وأن تنافسهم ذاك قد يوصلهم يوما إلى التباغض والتقاتل، فعزم على أن يزوجها أميرا من أمراء السلطنات المجاورة. استدعى نور النهار وصرح لها بما في قلبه، فبدأ عليها الحزن وقالت: مولاي، أمرك مطاع، ولكني سعيدة في قصرك، فلم تزوجني أميرا غريبا؟ قال السلطان: يا ابنتي، إذا أنا زوجتك واحدا من أولاد الثلاثة أكون قد ظلمت الولدين الآخرين، فكل منهم يطمع في أن يفوز بيدك. علم حسين وعلي وأحمد أن أباهم السلطان سيزوج نور النهار أميرا من أمراء السلطنات المجاورة، فآلمهم ذلك كثيرا، وعزموا على أن يحدثوه بالأمر. ذهبوا ثلاثتهم إلى السلطان، وتحدث حسين قائلا: يا أبي،
أنت تعلم أننا ثلاثتنا نحب نور النهار، ولا نطيق أن يأتي أمير من سلطنة أخرى ويأخذها منا. اختر واحدا منا زوجا لها، ونحن بمن تختار راضون. حار السلطان في من يختار من أولاده، ثم رأى أن يطلب من كل واحد منهم أن يسافر في البلاد عاما كاملا، وأن يعود بعد ذلك بشيء مدهش عجيب لم تقع على مثله عين. والأمير منهم الذي يعود بشيء أعجب مما عاد به أخواه وأشد إدهاشا يفوز بيد نور النهار. أحد كل من الأمراء الثلاثة نفسه للسفر، وحمل 1000 دينار ذهبي، واختار فرسه، ثم انطلقوا معا في طريق الرحلة. مشى الثلاثة معا أياما حتى وصلوا إلى استراحة يتجمع عندها التجار، وهناك عزموا على أن يتفرقوا فيذهب كل منهم في طريق على أن يلتقوا بعد عام ويعودوا معا إلى أبيهم. وكان أن التحق حسين بقافلة متجهة إلى ناحية، والتحق علي بقافلة متجهة إلى ناحية ثانية، والتحق أحمد بقافلة متجهة إلى ناحية ثالثة. اتخذ الأمير الأكبر حسين ثياب رحالة يزور البلدان ويجمع الأخبار، مخفيا سيفه الطويل تحت ردائه. وحدث أن لمح أحد الحراس القافلة يوما الرحالة الشاب يخرج كيس دنانيره الذهبية، فقال في نفسه: هذا الذهب يكون مع الأمراء لا مع الرحالة العلماء. في تلك الليلة شعر حسين حوله بحركة مريبة، فتناول سيفه الطويل ورفعه في الظلام فلمع كما يلمع شهاب، ولما رأى الحارس ذلك فر ناجيا بحياته. ومنذ ذلك اليوم أخذ أهل القافلة ينسجون الحكايات حول ذلك الرحالة ذي الدنانير الذهبية والسيف الطويل. ظل حسين شهورا يتنقل من مكان إلى مكان دون أن يجد ما يبحث عنه، فبدأ اليأس يساوره. ثم وصل إلى مدينة تشقند، فوجد في أسواقها بضائع مدهشة غريبة جلبها التجار من أبعد الأقطار. في دكان للسجاد الفاخر رأى بساطا عجيبا منسوجا بالحرير ومنقوشا بألوف الجواهر الدقيقة البراقة الساحرة الألوان. وكان مشهد ذلك البساط يختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها المرء، فالذي ينظر من أمام يرى حقلا فريدا من الأزهار، والذي ينظر من الزاوية اليمنى يرى طيورا ساحرة الألوان، والذي ينظر من الزاوية اليسرى يرى أشجارا مثقلة بثمار رائعة. أعجب حسين بذلك البساط إعجابا شديدا، ورأى أن أخويه لن يحصل على مثله. فرح البائع عندما رأى الشاب يهم بشراء البساط، فقال مشجعا: هذا البساط ليس له مثيل إلا في قصر ملك الصين. جفل حسين عندما سمع ذلك، فأسرع البائع الفطن يقول: لكن إذا شئت شيئا عجيبا لا مثيل له في الدنيا كلها فطلبك عندي. ثم أخرج من أحد الصناديق بساطا قديما باهت اللون وبسطه أمام حسين وقال: أبيعك هذا البساط 500 دينار ذهبي فقط. غضب حسين وقال: أنا لا أحب المزاح. لكن البائع بدا جادا وقال: هذا بساط طائر يا سيدي،
والتجربة خير برهان. عندما حل الليل، تربع حسين والبائع على البساط الطائر، فقال البائع: دربنا أيها البساط إلى قمة جبل العقيق. ارتفع البساط في الفضاء وطار، وحط بعد وقت قصير فوق قمة ذلك الجبل القريب. أحس حسين برعشة باردة، وبدأ متشوقا للعودة بالبساط الطائر إلى الاستراحة حيث يلتقي بأخويه. عاد الرجلان بالبساط الطائر إلى الدكان، ودفع حسين للتاجر 500 دينار ذهبي، واستعد للعودة إلى الاستراحة حيث يلتقي أخويه.